السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العيادة البيطرية. في العيادة البيطرية نتناول أمراض الحيوان بجميع فصائله المختلفة، الفصيلة الخيلية، المقترات، الأغنام، الماعز، الحيوانات الأليفة، أمراض الأسماك وأمراض الدواجن. نتناول في كل مرض من هذه الأمراض مسببات هذا المرض، أعراض، طرق انتقاله للإنسان والحيوان، طرق العلاج، وكذلك طرق الوقاية. ودائما أبدا شعارنا في العيادة البيطرية الوقاية خير من العلاج. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي العيادة البيطرية، إن شاء الله النهاردة هنتكلم على السعار. قبل ما نتكلم على السعار عايز بس أقول لكم موضوع حصل من قيمة 3-4 أيام، وأنا في زيارة لأحد المزارع لقينا شكوى من صاحب المزرعة إن هو مفيش خالص الحيوانات داخلة على الأكل بتاعه، وبدأ يحصل فيه إسهالات من نوع غريب لون أخضر، وفي كمية من الذرة والصويا موجودة نازلة زي ما هي مع الإسهال الأخضر اللي موجود ده. فروحنا شفنا الوضع، أنا يعني أول ما شفته قلت يعني 99% ديت حموضة في الكرش أو رومينال أستوزيس أو سب أكيوت رومينال أستوزيس. رحنا على المزرعة، سألت سؤال واحد عشان أنا بحكي الحكاية دي عشان حضراتكم تبقى واخدين بالكم من الموضوع ده، لأن الموضوع في منتهى الخطورة. هل أنت غيرت في التركيبة قريب؟ قال لي والله أصل الردة خلصت أو البنجر خلص وحطيت استبدلت مكانه ذرة وصويا. طبعا التركيبة دي بقت عالية الطاقة جدا، بنسميها احنا هاي انرجي رشا. فالنتيجة لكده حصل ايه؟ الرومينال اسيدوزيس، حصل الاسهالات، حصل المشاكل دي. تلاقي دايما اسهال نوع اخضر والذرة والصويا نازلين زي ما هم. فقلنا ايه؟ قلنا الافضل ان احنا نحاول اول حاجة نعملها وقف المركزات نهائيا. صاحب المزرعة وقف المركزات خالص، ابدا حط تدريس، دي الخطوه الاولانيه، يومين او ثلاث ايام حط في العليقه مضادات الحموضه في الميه وفي العلف بكميات كبيره، قلل بقدر الامكان، قلل يعني شيل المركزات خالص، حط تدريس فقط لا غير، ادي مضادات الحموضه للحالات الشديده، ادي لها محاليل الملح، ادي لها صوديوم بيكارب في الوريد، ادي لها بنسلينات في الكرش، فضل الكرش على قد ما تقدر، والحمد لله الحاله راحت وبقت ايه؟ معقوله جدا. النهارده موضوعنا موضوع السعار. حبيت نقولها في الاول كده عشان تخلي بالكم لما يحصل عندكم حموضه يا اخوانا، شيل المركزات خالص عند الاكل وحط ايه؟ الدريس فقط لا غير. السعار ده مرض فيروسي، السعار ده بيجي بيصيب كل انواع الدم اللي هي الحار والانسان، وده سببه فيروس بيتواجد في لعاب الحيوانات. زي ما احنا هنشوفه قدامنا دلوقتي على الصورة، ده شكل الفيروس تحت المجهر، نشوفه مع بعض. هو ده تقريبا الرسم الفيروسي اللي ممكن بتشبهه بشكل رصاصة، عبارة عن بروتينات سكرية، وزي ما احنا هنشوفه دلوقتي على الشاشة. زي ما انتم شايفينه كده يا اخوانا، بيسبب طبعا المرض ده يعتبر من اخطر الامراض في العالم، ولانه هو بيجي جميع الحيوانات الكبيره، وتضعه منظمه الاوبئه العالميه ضمن القائمه بي. تاريخ المرض وتواجده، دايما مرض السعار ده احد اقدم الامراض، وقد تم التعرف عليه في اللعاب كمصدر للعدوى في عام 1804. مسبب البلد زي ما قلنا لكم فيروس اللي احنا شايفينه قدامنا ده، من الجنس لسه، تبع عائلة رابيدو فيريدي فيروس. الفيروس اللي هو ده شكل الطلقة وحمضه النووي رايبوزي، وبينتقل من خلال العض المرض ده، وبيسبب التهاب مخي مميت. السعار يا اخوانا احد اخطر الامراض في العالم، وبينتج اهميته من كونه بيصيب الانسان بعدوى بتنتهي بالتاكيد بالموت، رغم ان نسبه
نسبة حدوث منخفضة جدا، اللي ان هو بيسبب هلع شديد للانسان في بعض المناطق. ليه؟ لان هو خلاص اصيب به نهايته موت نهائية. تاني حاجة، المرض ده بتضعه منظمة الأوباء العالمية زي ما قلت لحضراتكم ضمن القائمة بها. تاريخ المرض ده وتواجده، مرض السعار يعتبر من أقدم الأمراض، وقد يعني احنا قلنا التعرف عليه، مصدر اللعاب بتاعه مصدر العدوى من تقريبا عام 1804، وكان منتشر عالميا بشكل واسع، وما زال يمثل مشكلة في معظم أقطار القارة الإفريقية وبعض المناطق في آسيا وأمريكا اللاتينية. مصادر وطرق نقل العدوى دي اللي احنا عايزين نتكلم فيها، الحيوان المسعور دي يعني مصادر وطرق نقل العدوى دي يا اخوانا من اهم الحاجات اللي هي نخلي بالنا منها. الحيوان المسعور بيفرز الفيروس، الفيروس ده بيطلع اللعاب، هو ده اكتر مشكله. اكتر ده برضو صورته تاني تحت المجهر، نشوفه تاني برضو مع الصورة التانية اللي هو شكل الطلقة زي ما احنا قلنا قبل كده. مصادر وطرق نقل العدوى، الحيوانات المسعورة بتفرز الفيروس بلعابها، وبتنتقال العدوى يتم عن طريق تلامس اللعاب المحتوى على الفيروس في أنسجة الجرح النادي. في من الحاجات اللي احنا مهمة ناخد بالنا منها، انتقال العدوى يتم عن طريق تلامس اللعاب المحتوى على الفيروس. اللي انا عايز اقوله يا اخواننا في الموضوع ده، ان موضوع اللعاب والكلاب الضالة وبالذات الكلاب الشوارع من اخطر الاشياء اللي هي بتنقل هذا العدوى. مشكلة الريبز ان هو او السعار ان هو بمشكلته نهايته موت، نهايته موت حتمي. يعني لو هنشوف احنا فيديوهات معانا في اخر الحلقة ازاي الحيوان ده بيسبب الموت في الانسان. اهم حاجة عايزين نخلي بالنا منها مصادر وطرق نقل العدوى. قلنا الحيوان المسعور اللي بيفرز الفيروس ده هو اكتر حاجة بنركز فيه. انتقال العدوى يتم عن طريق ملامسة ملامسة اللعاب المحتوي على الفيروس. فيروس سعار يمكن زرعه وعزله بحقنه بمخ فئران تجارب او من الثدييات الاخرى، او كان يمكن برضو تنميته في اجنة بعض الدجاج والبط، وكذلك العديد من المزارع السمكية مزارع النسيجية. دي برضو حاجات كلها مش عايز نخش فيها كتير، عايزين نمشي عليها بسرعة عشان نركز في الموضوع الاساسي. الى جانب انسجة كل الارادة الافريقية والخضراء والخلايا الليفية لاجنة بيض الدجاج وكذلك الانسجة البشرية. فيروس السعار يا اخوانا ضعيف جدا، من صفاته انه ضعيف، تقتله اشعة الشمس والحرارة والضوء فوق البنفسجي، بيموت في اللعاب الجاف خلال بضع ساعات، والفيروس ده حساس لمعظم المطهرات الشائعة، بيموت في خلال دقائق معدودة من محلول الصابون 1% ومحلول اليود من 5 إلى 7%. الفيروس يا اخوانا بيفضل ثابت لعدة اسابيع في الأنسجة العصبية المحفوظة في محلول الجليسرول الملحي في درجة حرارة الغرفة ولعدة أشهر عند درجة 4 درجة مئوية. مصادر وطرق نقل العدوى، احنا قلنا دايما اكلم في الحتة دي، الحيوان المسعور بيفرز الفيروس بكمية كبيرة في اللعاب بتاعه قبل ظهور الأعراض بكام؟ بيومين إلى 5 أيام، ويستمر ذلك خلال دورة المرض كامل. انتقال العدوى بيتم لما بيلامس اللعاب المحتوى على الفيروس أنسجة الجرح الناتج عن العض وبدرجة أقل خدوش الجلد أو الأغشية المخاطية دون عض. هناك طرق أخرى لانتقال العدوى، هي إيه؟ استنشاق الرذاذ في كهوف الخفافيش اللي انتوا شفتوها ديت قدامكم، الراجل فتحها قدامكم ده، أو افتراس حيوان لحيوان آخر حامل المرض، أو الانتقال عن طريق المشيمة من الأم للجنين، أو عن طريق العدوى للإنسان من خلال واحد بيزرع قرنية لشخص مصاب بالريبز، يعني شخص ميت وجاب قرنية العين دي وزرعها الشخص سليم، ده برضو يحصل فيه انتقال العدوى.
كل انسان او حيوان، ليس كل انسان او حيوان معضود يكتسب العدو. عمليه بيعتمد على ايه؟ عدد مكان العضه وعدد العض وحجم الحيوان المعضود او العض والنوع الجين الفيروس وحساسيه الحيوان المعضود للاصابه، لها تاثيرات، تاثير كبير قوي على امكانيه حدوث العدو. لو العدوى قريبه من الراس او من العنق، غالبا ما تكون فتره الحضانه بتاعتها قليله جدا وتظهر الاعراض بسرعه. ايه العوائل او ايه الحاجات اللي بتشيل الحاجات دي؟ الحساسيه للاصابه دايما في الثدييات بتتباين بدرجه كبيره بين الانواع المختلفه للحيوانات، يعني الانسان، الكلاب، القطط، دولت الاصابه بتاعتهم واضحه جدا. اما الخفافيش، اكلات اللحوم، برضو من الحاجات اللي هي خاصه الكلاب، هي العوائل الاساسيه وبتنقل المرض للابقار وللجاموس وبقيه حيوانات المزرعه، وحتى الحيوانات الاليفه بتنقلها بالعض للحيوانات دي. الخفافيش تعتبر اكتر مكان ريزرفوار للقصه دي، العامل خازن للفيروس، خازن للفيروس. يعني الخفاش ده اللي انتم شايفينه صورته دلوقتي ده خازن للفيروس. صوره الكلب الضعيف اللي نايم ده في نهايه مرحله السعار، هنقوله برضو مع بعض كده تاني في واحنا بنتكلم اثناء الحلقه، اللي هو الوضع اللي انتم شايفينه ده لما خلاص بقى يوصل في مرحله الدورمنت بقى، ونقول الاعراض هنقولها لكم برضو مع الصور الموجوده دي ان شاء الله. سعار الكلاب منتشر ودايما سائد قوي في افريقيا وامريكا اللاتينيه والشرق الاوسط، بينما الدول الاخرى يعني بيبقى السعار فيها بيبقى قليل شويه، نتيجه لزياده الوعي شويه ومحاربه الكلاب الضاله، وهنشوف فيديوهات بالكلاب الضاله والحاجات دي. طيب مشكلة السعار بقى، مشكلة السعار أساسها إيه؟ إنما مشكلة السعار يعني الأساس فيها إيه أو الخوف فيها إيه؟ إنها لو إنسان أصيب بيها يبقى عليه خلاص 100% ميت. كل ما كلاب المدن قدرت تتحكم فيها وأصبحت تتحكم فيها بطريقة كويسة، كل ما المرض ده قل بكمية كبيرة جدا. ايه اعراض المرض بقى اللي احنا نشوفه دلوقتي، اللي هي الصفات الحيوانات المعضوده كلها الفيروس بينتشر فيها ببطء خلال الاعصاب باتجاه المخ، وبتختلف فتره الحضانه طبعا اللي بيستغرقها الفيروس ليصل للمخ. كل حالات السعار تكاد تكون مميته، دايما اقولها دي مناظر الكلاب المسعوره اللي انتم بتشوفوها بالمنظر ده. بتستغرق دوره المرض تقريبا من يومين لعشرة ايام، بتمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الكمون وبتغير في مزاج وسلوك الحيوان، المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الهياج اللي انتم شايفينها ديت، وتميز بيكون الحيوان قلق وحساس ومبالغ لأي آثار صوتية، أي تغيير في عدوانية فيه، بيهاجم بدون سابق إنذار، بعد شوية في المرحلة الثالثة بيبقى يتحول الى الشلل اللي انتم الكلب اللي انتم شفتوه مشلول ده، وبينتهي بالموت، وفي الاخر بيرقد مرحله اللي هي الاخيره اللي احنا قلنا مرحله الشلل على نهايه الاصابه لهذا الكلب. الحيوان المسعور احيانا ما بيظهرش عليه كل الاعراض، واحيانا برضو الاعراض ما بتكونش بالدرجه زي بعضها. مثلا في الكلاب فتره الحضانه بتاعهم بتبقى من يومين لثلاث ايام، وفترة الكمون بيمكن ملاحظتها في الحيوانات بصورة كبيرة، بتتغير سلوك الكلب يصبح من كلب ودود لكلب سريع الغضب لكلب عنيف، بعد شوية يحصل اتساع في حدقة العين، بطء في استجابة حدقة العين المؤثرات اللي الحيوان بيخاف منها، بعد كده الحيوان بيعتزل خالص عن الناس وبينزوي في الأماكن المظلمة، وبعد كده بيخش الحيوان في مرحله اللي هي علامات القلق بقى ورد الفعل المبالغ فيه، ولو في اي مؤثرات سمعيه مؤثرات مرئيه بينط ويقفز بحركات مفاجئه عنيفه، احيانا بيتوهم انه قدامه في دبان يقعد يمسك في الدبان ويقعد يعض في مكان الجرح، بيزداد عدوانيه رهيبه جدا، وبيهاجم اي شيء يقابله. احيانا الكلب شهيته بتتغير، ممكن يمسك الحجر يعض في الخشب، يروح لنظراته
بيبقى كده مذهول يعني مرعوشه مش عارف بيبص على ايه. واهم حاجه فيه بقى ان هو مش قادر يبلع كمان يعني، مش اللعاب بينزل منه على طول بصفه مستمره ومش قادر يبلع، وصوت العواء بتاعه بيبقى صوت رهيب جدا ومميز جدا، بيعوي بصوت يعني بيسميه زي صوت الحمار كده بنسميه احنا كرونيك بيلر، صوته بيبقى واضح جدا. الحيوان الكلب تشنج، بيبقى غير متزن. في اخر مراحله بقى خالص قبل الموت بيخش بقى في علامات الشلل اللي احنا شفناها ديت، يدخل في اغماء وبيموت في خلال يوم الى 7 ايام زي ما احنا شفنا. الصوره اللي قدامنا ديت في الـ في الـ في, الـ في الابل، يعني لسه هننزلها ان شاء الله لما نتكلم على الابل. الكلاب بتاخذ اصابتها الشكل الصامت، كل مرحله تهيجيه قصيره عامه، وبيدخل الحيوان مرحله الشلل ديت وبيبقى يخش في المرحلة دي بيموت بعدها، وهو بيتدل الفك السفلي مع العضلات تبقى شلل. مش أهم حاجة بيكره المية أو بيخاف من المية، ما بيعرفش يمضغ، ما بيعرفش يبلع، سيلان مستمر للعاب. زي ما احنا قلنا الحيوان غير خالص غير قادر على البلع. أحيانا بيفكر صاحب الحيوان أو صاحب الكلب بيفكر يقول إيه، احتمال يكون حاجة سد زوره، فبيحط ايده عشان يجيب ايه الجسم الغريب بمنطقة الزور ده، ودي اخطر حاجة ممكن تنقله العدوى منها بعد كده، والكلب بعد فترة يخش في غيبوبة ويموت. دي الصفات الظاهرية اللي احنا بنحب نقولها على الكلب المسعور او الكلب اللي عنده سعار، بتلاقي الاشكال دي عليه. وصاحب الكلب خلي بالكم خطيره جدا، احيانا يهيئ له ان الكلب مش قادر يبلع او مش قادر فيحط ايده، ولو كانت ايديه مجروحه او حاجه مع اللعاب بتاعه بتبقى مشكله كبيره جدا. وعشان كده اخطر حاجه في الكلب عمليه اللعاب بتاعه، عمليه المزل والفم ده، ودي عشان كده احنا اسلمنا نهى ان احنا نيجي على الحته دي بالذات ونعمل فيه، لان لو اصيب الانسان وهنشوف فيديوهات في الانسان كمان شويه كده موت محقق. طيب ده بالنسبه للكلاب. طب في البقر او في الجاموس بيحصل برضه؟ بيحصل برضه. تبدا الاعراض، الحيوان يتعزل، عدم رغبته في الاكل، وفي الغالب بيبقى سهل كده وهو ماشي معاك، يكون قلقان، اللبن بتاعه بينزل. لو كان ذكر تسمين بيبقى هايج جنسيا، عايز ينط كل حبه. بعد هياج الحيوان بعد كده بيبقى يقعد يعمل جرايدنج اوف ذا تيس، يعني يطحن في اسنانه كده اكنه يشوف اي جسم غريب يبلعه. كمان اللعاب على طول موجود. الخوار بقى المميز، وانا شفت الكلام ده في سنه 96 في مزارع، بعض المزارع اللي جالها البقر اللي جاله الكلام ده، خوار اجش مميز جدا. لما تسمعه استحاله تخطئه، صوت مش صوت بقره خالص، صوت زي ما بقول لحضرتك زي كانه حمار بينهق كده، كانه حمار بيطلع، يعني مش صوت بقره وهي طالعه. دي اكتر حاجه تقدر تميز المرض ده، الخوار الاجش المميز اللي بيحصل بعد الرياله وبعد، وتلاقيها بتهاجمك البقره، تبقى انت واقف في العنبر كده تلاقيها جايه جري عليك وتهاجمك، وبعدين يحصل تقوس للظهر، وبعدين شلل في الاطراف الخلفيه، وبعدين بعد شويه تلاقي الحيوان رقد وحصلت تشنجات عليه، وبعدين فتره يخش في مرحله الشلل ومرحله الغيبوبه ويموت الحيوان. ده بالنسبه للبقر او الجاموس. احيانا برضو في الاغنام والماعز، برضو هنشوف صور للبقر والجاموس والاغنام والماعز هنا. فترة الحضانة بتتراوح ما بينها في الغنم من أسبوعين برضو ثلاثة، وأحيانا بتمتد إلى 17 أسبوع، وبيشبه حد كبير قوي شكل الأبقار. بتلاقي تهيج جنسي، لا من الصور برضو هتلاقيها في الصور، صور البقر، البقر وهو عنده الهياج ده، وصورة الأغنام في صورتين في الآخر برضو هتلاقيهم موجود قبل ما نخش في الفيديوهات بعد صور الكلاب على طول. الأغنام بينما الماعز تميل طبعا، تلاقيها دايما بتنقمق على طول بشكل مستمر، وبتكون اكتر عدوانيه من البقر. الصوره ديت بتاع الاناقه عندها صرع اللي احنا هنشوفها حضرتك دلوقتي، وبعد كده هتشوفوا صوره البقره، ادي الغنمه اهي،
على صورة ده سعار برضو غنم معضوضة أو مصابة بأعراض السعار. في الخيل والحمير أدى البقرة هي زي ما احنا حضرتك شفتوها، الله ينور على حضرتك. في الحمير بقى فترة الحضانة بتستد إلى 6 أسابيع، وأحيانا بتلتبط في السلوك، الحمار بيبقى بيحك بيعض في مكان الجرح. الخيول المسعورة غالبا ما بيحصل في شكل تهيج وبتكون شديدة الخطورة جدا جدا، والحيوان بيصبح قلق ومصار بأقل حاجة، وتبدو عليه المغص مع يعني علامات المغص وعلامات الصهيل، وبيظهر على الحيوان المصاب التهيج الجنسي والعدوانية، وبيهاجم بشدة رهيبة جدا عن طريق الايه العض او الرفس للانسان او الحيوان الاخر او اي حاجه قدامه ماديه تلاقيه يعض فيها او ايه يرفس فيها. بعد شويه بيخش مرحله الشلل، وبعد كده بيرقد وبيرفس برجليه ويدخل في غيبوبه برضه يعقبها الموت. ده اللي بيحصل كل مره في كل نوع من الحيوانات. الخيل دايما بتاخد الشكل الشلل الصمت الشللي، تضغط على رؤوسها مقابل تلاقيها جايه على الحيطه كده وحاطه راسها على الحيطه، وعلامات الشلل بتاعها بيبقى متسارع يعني بسرعه جدا وبيموت في الاخر. ده زي ما حضراتكم شايفين كده على الصوره بالنسبه للغنمه، برضو الخيل يحط دماغه نفس الوضع وبعد كده يموت. الحيوانات البريه طبعا بتبقى ديت خطيرة جدا، خطورتها كلها انها بتخاف على الانسان منها وبتغير في طبيعة الانسان. تعال بقى نشوف ايه الشكل ده على الانسان قبل ما نخش في الصفات التشريحية. نقف شوية على الصفات التشريحية هنا ونقول الانسان بقى، الفيديو اللي هنشوفه على الانسان ده انسان معضوض، ولان هو 100% هيموت 100%، يعني ده بدايته، فبداية الاصابة، وبعد كده هيبدأ يعمل ايه. الصفة التشريحية احنا كلنا يعني عارفينها، مفيش آفات مرضية غير اللي احنا قلناها، الهياج والكلام ده بتشوف في الدماغ او اللي هو النجري بودي اللي احنا بنسميه نجيب الدماغ بتاعها، وجود الاجسام الغريبة في معدة الكلب، في مثلا حاجة اي جسم غريب بيلاقيه. بعد ما بيموت الكلب او بناخد المخ بتاعه او الدماغ بتاعه وبندور على حاجه اسمها الاجسام نجري اللي هو نجري بودي ديت، والخلايا ايه بنلاقيها في المخ. التشخيص طبعا اعتبار الطبيب يكون عنده احتماليه العدوى، الحيوان ده معضوض، يجي لك يقول لك الحيوان ده معضوض او الانسان ده معضوض، ويبدا الاعراض تبقى باينه كلها عليه من الهياج الاولاني وخوفه من الميه، اهو شايفين كده يقعد يريل وخوف رهيب من الميه، يعني بيبقى عطشان جدا جدا، وبعدين يخاف يشرب ميه ويريل لغايه ما يموت. طبعا بعد ما بنخلص التشخيص وبنبص عليه من اهم حاجه بنفحص النجري بودي او اللي هو المخ، وبندور على ايه النجري بودي. التشخيص المقارن اللي هو اللي بنسميه احنا كومباراتيف دايجنوزيس ديت برضو بيبقى فيه مختلط بالسعار بمجموعه من الامراض اللي احنا ممكن تختلط معانا في الموضوع ده، زي البابيزيا، عدوى البابيزيا المخيه، التهاب الكبدي في الكلاب، جنون الابقار، الليستيريا، السعار الكاذب، كل ده اللي هو في التشخيص المقارن. يعني ايه؟ يعني ممكن اعراض تبقى متفقه مع المرض ده وبس بيبقى مختلف في تشخيص، اللي هو بنسميه التشخيص المقارن. شايفين المنظر، هيوصل لمرحلة الموت، وبعد كده هيوصل مرحلة الموت او قفل عينيه. طيب طرق التحكم والسيطرة بقى في المرض ده، طرق التحكم والسيطرة في المرض، يعني بقى قلنا التشخيص المقارن يا اخوانا عشان نعيده تاني، ان هو زي البابيزيا المخية والالتهاب الكبدي، اعراض شلل زيها، عدوى البابيزيا المخيه، جنون البقر، الليستيريا، السعار الكاذب زي ما احنا قلنا في الماشيه، دائس الليستيريا، توكسوبلازما في الاغنام، التهاب هيربس في الخيل،
الحاجات دي كلها بتبقى تشخيص يعني يعني ممكن تخش معاك تتداخل في التشخيص مع الريبس ده. طبعا اللي بيعرفها وبيأكد يعني يعرفها الطبيب البيطري هو اول واحد، ما تقولش لا ده ريبز وده سعار نبدا نشتغل معاه، لا في طبعا تشخيصات مقارنه كتير هو اكتر واحد يقدر يعرفها من الكيس هيستوري، من اللي هي الكيس هيستوري القصه بتاعتها والاعراض الظاهريه وبعد الاعراض الظاهريه الصفات التشريحيه، هو اللي يقدر يميز ويفرق بين الحاجات ديت اللي هو الطبيب البيطري. المناعه بقى الناشئه عن العدوى الطبيعيه نادره الحدوث، لان ما فيش شفاء، الشفاء من السعار مفيش. الحيوانات اللي بيتم تطعيمها باللقاح الحي او باللقاح الميت دايما بيبقى يكون لها اجسام مضاده معادله تحميها من العدوى الطبيعيه. العلاج لا يوجد علاج، لا يوجد محاوله علاج نهائي. اللي يهمنا ايه؟ اللي يهمنا ايه في القصه؟ طرق الوقايه او طرق التحكم والسيطره على هذا المرض. خلي بالكم هنشوف دلوقتي الفيديو بتاع الكلاب قد ايه كتيره موجوده في الشوارع. اول حاجه الغرض الاساسي من مكافحه اجراءات مكافحه السعار في الحيوانات الاليف والبريه هو الحد او التخلص من سعار الانسان، حيث ان مجرد اصابته بالمرض فان موته محقق زي ما احنا شفناها كده، ما فيش حل. هنشوف برضه طفل اصيب وبرضه مات وما فيش هناك اي حاجه للوقايه من يعني ما فيش علاج، اصيب يبقى هيموت. انا بقى في البلدان الخاليه من السعار يكون دون دخول المرض، هو يعني الحيلوله دون دخول هذا المرض، هو يشترط معظم هذه الدول عند استيرادها للحوم لاكلات اللحوم من دول بتواجد بها السعار ان تكون مصحوبه بشهاده بتثبت تطعيمها ضد المرض او يحتفظ بها قيد المحاجر داخل المحاجر البيطريه لمده 6 أشهر. في البلدان بقى اللي بيتواجد فيها السعار، سعار كلاب المدن بقى ده اخطر حاجه، ده يمكن السيطره عليه بقتل الكلاب الضال. اول حاجه مكافحه الكلاب الضال. رقم 2 الترخيص وتطعيم كل الكلاب الاخرى مع وجوب التبليغ عن اي حاله يمكن الشك بها، ويجب ان تكون كل هذه الاجراءات مدعومه بقوه القانون وبالعقوبات للمخالفين. يعني لازم يكون في قانون وتزامن ما بين الطب البيطري والداخليه وكل ده. الطرق المثاليه ان احنا نقضي على الكلاب سواء بالخرطوش سواء بالسم سواء باي حاجه، المهم في الاخر الكلاب الضاله ما تبقاش بالكتره دي وبالحجم اللي انتم شايفينه ده، وبعدين هيقابلوا حمار دلوقتي هيعضوه وهتبقى مشكله والحمار يصاب بسعار، واقف هو الطريق عيني غلبان وفجاه يلاقي نفسه ايه؟ معضود من احد من الكلاب ده، ممكن يكون حد منهم مسعور ولا حاجه. يبقى التطعيم الى جانب المكافحه التطعيم، ولما بيبلغ العام بنديله تطعيم، وبعد 3 سنوات برضه نرجع له ايه تطعيم، يعني نبدا فيه من 3 ل 6 أشهر وبعد كده عام وبعد كده طول السنه. حملات التطعيم اللي بيتم اجراءها سنويا كل الكلاب فوق الحد الادنى من العمر يتم تطعيمها كجرعه اولى او جرعه تنشيطيه. خلي بالكم يا اخوانا القطط بتلعب دور محدود في مشكله السعار بالمدن، ولكن برضه لازم نطعمها. السعار البري بقى هو السيطره ده شديده الصعوبه عليه، لان ده ايه في ثعالب وفي يعني حاجات بريه وحاجات صعبه ان احنا ايه نديها طعوم ونديها ايه حاجه زي ديت. اهم حاجه نعمل الحاجات اللي هي نقضي عليها الشروك، اللي هي نعمل لها خيه كده ونحط لها السم فيها او حته لحم ونحط لها السم فيها وتقدر تاكلها تقدر تموت الحاجات دي. الخفافيش برضه لازم نقضي عليها بقدر الامكان. طبعا لازم نحط الابقار نبعدها عن موضوع الكلاب وموضوع الخفافيش. حيوانات المزرعه من الحاجات برضه السيطره على المرض بتعتمد بصفه اساسيه على حمايتها من التعرض للحيوانات المسحوره، لأن التطعيم ليس حل عملي للأبقار أو الجاموس، ولا يتم إلا الحيوانات ذات القيمة المعرضة للسعار. في فيديو أخير لو حضرتك موجود عندك اللي هو بتاع الطفل اللي برضه أصيب بالسعار، وأيوه لو دينا عرضه برضه لأن ملهاش حل، يعني واحد بيبقى ماشي ويقوم معضود ويبقى بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده ومفيش له علاج. تعرض الانسان سعار الانسان ده اخطر حاجه، تعرض الانسان للسعار يمكن تقليله للحدود الدنيا عن طريق تجنب الاحتكاك بالحيوانات الضاله والحيوانات البريه، الى جانب تطعيم كل الحيوانات الاليفه المنزليه، التخلص من الكلاب والقطط الضاله،
تطعيم الأشخاص المعرضين للعدوى يتم التطعيم باستخدام أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. في حاجة مهمة برضو عايزين نقولها قبل التلفونات، لو صدفت أن حيوان عض يعني كلب عض حيوان، والحيوان ده في خلال الثلاث أيام الأولانيين من العضة راح السلخان، هنعمل إعدام للمكان حوالين العض. طب لو ده اتأخر عن ثلاث أيام هنعمل إعدام كلي للإيه؟ للذبيحة اللي داخلة مصابة بالريبس. دي حبينا برضو نقولها. أهم حاجة يا إخواننا في موضوع السعار ده هو الوقاية منه. الوقاية منه إيه؟ اللي هي مكافحة كلاب الضل، مكافحة الخفافيش. دايما نخلي الحيوانات اللي هي بتعكر بعيدة. الناس اللي بتحب تربي الكلاب لازم تبقى محصناها ضد الريبز، لازم تبقى فيه كمامة لو هتمشي معاها في الشوارع، لازم تركب على 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 فمها كمامة تمشي بيها، لازم عند التعامل معاه يكون التعامل معاه بحذر، يكون هو عارفه وعارف طبيعته وعارف السلوك بتاعه كل يوم ايه. لو لقى فيه تغيير في السلوك ده، لقى فيه هياج، لقى فيه مشكلة متغيرة عليه، لازم يفكر كويس قوي قبل ما يحط ايده في بقه. هناخد الحاج حسن من البحيرة. اتفضل يا حاج حسن. ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا حاج حسن. اه وسهلا. الله يكرمك، كل سنة وانت طيب منور الشاشة. وحضرتك طيب يا حاج حسن. الله يكرمك. اتفضل. انا طبعا عند المعيز انا كنت بقول لحضرتك انا دايما تربية جديان وخرفان وحوالة وحياة من دي. تمام. فطبعا انا عندي دلوقتي معيز والدي بقالها حوالي 5 شهور وما زلت بنرضع ولادهم منهم. تمام. فعايز نرضع الولاد لمده يعني خلفتها لمده مثلا 8 9 اشهر لما يشيلوا لحم، وحاليا عايز نعلف الكل الام والابن لحم وايه يرضعوا ونعلفهم كلك لحم ويطلع القطيع كله لحم. تمام. هل ينفع كده؟ وينفع بالنسبه للرضيع ولجنسهم تنفع ترضع وتاكل لحد ما تنباع لحم ولا تتعب؟ وعشان والام مثلا ندي لها اكل ايه لو ينفع نزودها بكده؟ حاضر يا حاج حسن. ممكن ننشف اللبن ازاي لو عايزنا ننشف؟ حاضر يا حاج حسن. هناخد الحاج علاء من الغربيه وهرد على الحاج حسن دلوقتي. حاج علاء اتفضل. عليك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك والله، وبنستفيد من حضرتك والله كتير. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. دلوقتي حضرتك البقره لما بيقل لبنها حضرتك مره واحده كيلو او كيلو ونص. اه. الكلام ده هي عصر الثلاثة إن شاء الله. كانت بتجيب كام؟ إيه الأسباب حضرتك؟ كانت رغم إن أنا متدعي وماكم وكل حاجة تمام. يا حاج علاء كانت بتجيب كام ونزلت لكام؟ يعني كانت بتجيب 4.5 نزلت بقت 3 أو 2.5 أو 2.5. يعني المعدل بتاعها كان 4.5 ونزلت ل1.5. مش بعيد قوي يعني. ما هو أنا بقول نزل مرة واحدة حضرتك يعني. هي بلدي؟ لا خليط حضرتك. خليطه بتجيب 4 كيلو؟ طب اه 4 كيلو ونص. انت مربيها بس عشان موضوع النتاج اللي بيطلع منها صح؟ مش مربيها عشان لبن. صح. طيب انت بتاخد منها لبن غير 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 النتاج اللي بياخده؟ نعم. العجل اللي هي مخلفاه بياخد لبنها وانت بتاخد منها لبن؟ انا فطمت حضرتك، ما فيش ده فطام دلوقتي، هي دلوقتي اللبن بس. يعني دلوقتي فطمت العجل يعني بقى لها 4 5 شهور دلوقتي. اه 4 5 شهور والده. اه صح تمام بالظبط كده. عشار ولا لسه؟ هي عشر ثلاثة دلوقتي. حلو. اه طب تمام قوي يا حاج، الحمد لله عشر ثلاثة. نعم. عشر ثلاثة وبتجيب 4 كيلو 4 كيلو ونص. انت بتسأل لبنها نزل فجأة ليه؟ شوف برضو يعني العلف بتاع حضرتك، شوف ممكن يجي لها حمى في وقت معين في الوقت ده جاء. في طبعا من الحاجات الأخطر حاجة تأثر على اللبن مقدرة الحيوان على الأكل. الحيوان بياكل اكله طبيعي ولا ما بياكلش اكله طبيعي؟ قل في اكله ولا ما قلش في اكله؟ دي الحاجات اللي انت ممكن تبص عليها بالنسبه فجاه اللبن من 4 كيلو ونص ل 1 كيلو ونص او 2 كيلو، ممكن يكون جالها دور احتباس حراري، طلعتها في الشمس، خدت دور حمى، خدت اي مرض من الامراض، عمل لها ما كلتش، عملت اندايجيشن يعني عملت تلبك في الكرش او في المعده، ينزل لها الكميه دي. بالنسبه للحاج حسن كان بيسال على الماعز، بيربي المعيز
وبيخلي ولادها يرضعوا منها لغايه ما يكبروا، وعايز يسمي ده ويسمي ده، وبيسال هل الطريقه دي كويسه ولا لا. والله انت اللي تحكم. هل لو انت عزلت الابن عنها بعد 3 شهور او بعد 2.5 شهر واكلته علف لوحده واكلتها هي علف لوحدها، مجدي اقتصاديا معاك؟ يعني هيوفر معاك فلوس؟ ولا لو خليت الابن مع الام لغايه مثلا زي ما انت بتقول 7 شهور 8 شهور يعمل اللحم وياخد لبنها كله وتسمنها وتسمنه وتبيعه او تبيعها؟ هو ده حضرتك اللي تحكم، حضرتك اللي تقول. هل العائد الاقتصادي او الجدوى الاقتصاديه اللي عايده عليك من هو يرضع اللبن ده وانت ما بتستفادش بيه اصلا، او جاز تستفاد بيه تبيعه او حاجه زي كده، تشوف قارن بين المكسب بتاعك من هنا والمكسب بتاعك من هنا. هل الحيوان بعد ما يرضع ويشرب من اللبن اللي انت ما بتبيعوش بيجيب لك عائد اقتصادي احسن من انك تاخد اللبن ده وتبيعه؟ لو احسن يبقى خلاص استمر على الطريقه دي، مش احسن يبقى افطمه على 3 شهور واعمل له تركيبه الفطام واعمل للام تركيبه خاصه بيها وعشر الام مره ثانيه ويجي لك الدوره كامله بعدها. في اسئله انا ما جبتش عليها الحلقه اللي فاتت، اللي كان بيسأل على التحصينات، بيقول لي يا دكتور أنا التحصينات أول ما بتيجي إيه هي التحصينات السيادية اللي بتجي لي الحكومة تعملها، وإيه التحصينات اللي أنا بعملها لوحدي؟ هناخد أخونا عمرو من الجيزة. أيوة أخ عمرو، فضل أستاذ عمرو. حضرتك يا دكتور، إحنا عندنا يعني قطيع من الخرفان، فكان عندنا خروف، في خروفين كده حاطط فيهم ورم تحت الورك كده عند البطن. قطيع من الخرفان قد ايه؟ ورم منه واحد يعني فتح لوحده، الثاني احنا فتحناه وعملنا ايه فتيل ومضادات حيويه. بعد فتره مش بعيده ظهر الورم بشكل اكبر واقوى لدرجه انه بدا يخش على الخصيه. الورم ده يعني يا استاذ 30 من 4 شهور. يا استاذ اول سؤال يا استاذ عمرو، الورم ده الورم الاول، السؤال الاولاني خلينا، الورم ده فتحته طلع صديد وغيرت عليه ولا طلع ايه؟ يعني خراج؟ طلع صديد. الورم ده خراج يعني؟ ما هو اصل هو طري كده يا دكتور، ما فتحناه ما استشرنا قبل كده حد، يعني ايه زي سالي بيطري قال لي افتحه وحط فيه فتيل تمام، يعني وعملنا كل اتعامل مع الورم ده على انه خراج، شيء كويس ان هو يعني عنده خراج تمام وفتح وحط فتيل، يعني مثلا شهر او 20 يوم كون ثاني لا واكبر بقى في نفس المكان في نفس المكان تمام. ده سؤال. طيب السؤال الثاني، كان عندنا يعني عندنا خرفان بنسمن، انا يعني عندي حاجه مثلا مولود في شهر 8 اللي فات، انا عمره سنه يعني سنه وزنه حوالي 40 مع ان انا فاتح له قرف تمام؟ تمام. تالت حاجه انا محتاج تليفون حضرتك ضروري. طيب اقفل حضرتك وكلم ال هناخد حسين من سوهاج، كلم الكنترول وهو هيديك الرقم. حسين من سوهاج، اتفضل يا اخ حسين. لا سمعت يا دكتور، التحسينات دلوقتي احنا جايين مقبلين على شهر الشتاء والامراض بتاعت المشي. تحسينات كويس، انا كنت كده اتكلم عليها دلوقتي. حاضر. انا سامع التحسينات بس احنا نروح البطاريه يقولوا لنا ما فيش. لا هقول لحضرتك التحسينات السياديه اللي هي من وحده البطاريه تديها لك والتحسينات اللي انت تشتريها من بره. ماشي يا دكتور. حاضر يا حاج حسين. بالنسبه للاخ عمرو بيتكلم على الخراج، يبقى اللي انت فتحته اول مره ما نظفتوش كويس، ما صفتش الصديد اللي جواه، ما عملتش كحت الصديد اللي جواه، ما حطيتش سبب اليود بكميه كويسه، ما حصلش هيلنج يعني شفاء للخراج، عشان كده عبى تاني. فانت المفروض تيجي فتحه الخراج اكيد الدكتور عارف اللي هتروح له، يا بيجي على اللور بوينت اللي احنا بنسميها يعني اكتر حته مستويه، يعني اكتر حته يعني حصل لها رايبنينج، حصل لها سوى كامل وجايه في الاخر جنب الارض عشان الجرافيتي او عشان الجاذبيه، ويبدا يفتح. هيفتح مع الجاذبيه ومع السواء هيفضي كل الحاجات ديت، الصيد ده كله يتفضى، وبعد كده سبوه اليود مع الفتيل مره واثنين وثلاثه لغايه ما يتاكد 1000000% ان ما عادش فيه اي بقايا لخلايا ميته تعمل لك تكون خراج تاني.
وبعد كده هيعمل اللي اتفتح اللي اتكون ده لازم يتفتح تاني ويتطهر كويس قوي وتحط فيه سبوتيوت كويس قوي وتغير بالشاش وما تقفلش عليه غيار الا ما يلتحم التئام التئام كامل. ده بالنسبه لاخونا عمرو وسؤال اخونا عمرو. اخونا حسين من سوهاج وده السؤال التقليدي بتاع الزياره اللي فاتت وده اللي ان شاء الله هنحاول ايه ننهي بيه الحلقه. في تحصينات يا اخوانا هم الامراض الوبائيه عندنا تحصينات دي خمسه. في الحمى الكلعيه، حمى الوادي المتصدع، ده اللي بتعمله الهيئه العامه للخدمه الوطنيه الوحدات، حمى الكلعيه، حمى الوادي المتصدع، حمى طاعون المقترات الصغيره، الجدري، الجلد العقدي. يعني نقولهم تاني، حمى الكلعيه، حمى الوادي المتصدع، طاعون المقترات الصغيره، الشيب بوكس او الجدري، والتهاب الجلد العقدي. دولت موجودين تبع الوحدات البيطريه في مواسم، هم عارفين كل فتره بتروح تسال. يعني مثلا حمى الكلعيه انا بحصن النهارده بعد اربع شهور اروح لهم تاني احصن مره تاني، واول ما احصن اخد يا حاج حسين ضروري الجرعه المنشطه. يعني حصنت دلوقتي والجرعه المنشطه بعد 28 يوم احصنها تاني، وبعد 28 يوم من 4 الى 6 شهور ابدا اشتغل، سواء كان حلها باربع شهور، تسمين خمس شهور او ست شهور. ده بالنسبه لايه؟ للحمى الكلعيه. بالنسبه للجلد العقدي وحمى الوادي المتصدع، حمى الوادي المتصدع كل ست شهور مره، الجلد العقدي برضه كل سنه مره، الجدري وحمى طاعون المقترات الصغيره، ده طاعون المقترات الصغيره كل سنه مره، والجدري كل سنه مره برضه. ده بالنسبه للتحصينات، وتبقى انت متابع مع بتوع الهيئه. في تحصينات اخرى انت بتديها الحمايه لقطيع الحلاب بتاعك او قطيع التسمين، اللي هي تحصينات ضد اللهوائيات وتحصينات ضد البستريلا والاصابات اللي هي التنفسيه. يبقى ضد حاجه ضد الاصابات اللاهوائيه موجود في السوق كتير، زي ما قلت لحضرتك اي دكتور يقول لك عليهم، كوفاكسين، وانشوت الترا، برفاك، اي حاجه من الادويه اللي موجوده ديت في السوق ممكن تحصن جرعه وبعد ست اسابيع جرعه ثانيه وكل ست شهور جرعه. دي بالنسبه يا اخوانا للتحصينات السياديه والتحصينات الاختياريه. ان شاء الله هنكمل مع في الحلقات القادمه ان شاء الله او يوم السبت ان شاء الله التحصينات دي، لان دلوقتي الوقت ازف، وبعون الله يعني على القاء بكم ان شاء الله الاسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.